صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الرضا وراحة البال علينا وعلى حضراتكم وكل متابعي شاشة المحور وبرنامج يوم سعيد. إن شاء الله هنكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10 بفقراتنا المعتادة، إن شاء الله تنال إعجابكم. صباح الفل عليك يا علا. صباح الخير يا أحمد، وصباح السعادة والتفاؤل والأمل والعمل، ودايما صباح الأمن والأمان على بلدنا الغالية مصر، ودايما منورنا هنا في يوم سعيد ويوم جديد. بنبدأ معاكم فقراتنا بطبعا الترند اللي كلكم بتتكلموا فيه، وكان طبعا يعني ولا صوت يعلو على صوت. صحيح، الحكومة الجديدة أو الحكومة المنتظرة بعد طبعا ما تقدمت الحكومة باستقالتها، طبعا كان إجراء قامت به حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أو تحديدا الدكتور مصطفى مدبولي، وتقدم باستقالة الحكومة امبارح، وده كان الموضوع اللي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى كلام الناس بينها وبين بعضها وطموحاتها فيما هو قادم. بالتأكيد كلنا عارفين ان دكتور مصطفى مدبولي تقدم امبارح باستقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة هتكون من الكفاءات الخبرات القدرات المتميزة. طبعا هيكون شغلها الشاغل هو تحقيق عدد من الأهداف، على رأس هذه الأهداف الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، بالتأكيد مع التحديات الإقليمية والدولية اللي بيواجهها العالم كله، ومن ضمنها بالتأكيد مصر بتواجه هذه التحديات. بناء عليه بالتأكيد هيكون في تكلفات خاصة بملف بناء الإنسان المصري اللي على رأس قائمة الأولويات، خاصة زي ما بنقول دايما بأن الاستثمار في المجال البشري ورأس المال البشري في صحته وتعليمه. بالتأكيد، ودي من الأولويات اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني حاططها أمامه في أجندته يعني في إدارة الدولة سياسيا، وطبعا شفنا ده في عدد من المبادرات اللي تمت أيضا تحت إشراف ورعاية من الرئيس السيسي، إلى جانب طبعا اهتمام وزارة الدكتور مدبولي بتنفيذ هذه المبادرات سواء الخاصة بالصحة أو الخاصة بالتعليم. وكمان يعني أكد الرئيس السيسي على أن مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية عامل مهم جدا، لأنه الحقيقة هيكون في الحوار الوطني مستمر، والحكومة الجديدة هتاخد من الحوار الوطني أهم النقاط وما سيسفر عنه، وهيكون يعني ركيزة أساسية في الموضوعات اللي هي هتشتغل عليها. كمان الرئيس السيسي أكد على صعيد أو على موضوع ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد. طبعا كلنا نعلم تمام العلم أن كان هذا الملف من أهم الملفات الرئيس اهتم بيها، خاصة في سيناء، وقعدنا سنين لحد ما تم إعلان سيناء خالية تماما من الإرهاب. ولكن في ظل الظروف والتحديات اللي بتواجهها مصر ويعني اشتعال الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، ملف الأمن القومي ملف مهم جدا وهيكون من أولويات الحكومة الجديدة. كمان تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، الحقيقة أنه برضو هذا الملف ملف مهم جدا، لأنه إذا هنتكلم على دولة قوية فلازم يكون عندنا جميعا من الصغير إلى الكبير وعي وانتماء وولاء لهذا الوطن، وأنه هو أهم كتير من أي أشياء أخرى، والحفاظ عليه هو مسؤوليتنا جميعا. الخطاب الديني المعتدل وعلى النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، وتضمنت تكليفات الرئيس أيضا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي. الحقيقة أن دي نقطة من النقاط الهامة جدا والشارع المصري بيتكلم فيها، وإنها من أولويات الحكومة الجديدة. الحكومة حكومة دكتور مدبولي السابقة الحقيقة واجهتها عدد من التحديات الكبيرة في هذا الملف، مش بس على المستوى يعني مصر فقط، لا، التحديات من أزمة كورونا، الأزمة الاقتصادية العالمية، كل هذه الأزمات أثرت علينا بشكل أو بآخر في الملف الاقتصادي، وكانت الحلول الحقيقة قدر المستطاع في يعني صف المواطن. لكن الحكومة الجديدة قدامها تحديات أكبر، قدامها هذا الملف بشكل كبير جدا إنها تهتم بيه، وإن المواطن يشعر بتحسن في المستوى الاقتصادي وتقليل التضخم
ويعني الحد من زيادة الأسعار بشكل يعني يلمسه المواطن. كمان مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، بالتأكيد بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار زي ما كنا بنتكلم، والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات. وده يعني الحقيقة هيكون يعني التكليف المهم لهذه الحكومة، وتأكيد الرئيس على أنها تكون من الكفاءات والقدرات المميزة. إن شاء الله نشوف أداء مميز لحكومة دكتور مدبولي. صحيح، إن شاء الله. يعني بالتأكيد الحكومة المنتظرة هيكون الأساس فيها هو البناء على الإنجازات اللي كانت موجودة في الحكومة اللي قدمت استقالتها، اللي هي حاليا بتسير الأعمال وبتقوم بتسيير الأعمال. بنتكلم هنا عن بدورنا، بنوجه كل الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الحكومة اللي تقدمت باستقالتها امبارح، لأن بالتأكيد كانت زي ما علا بتتكلم في مسألة التحديات اللي كانت بتواجهها، العالم كله بيواجهها، تصرفت بحكمة في الموضوع بمسألة إجراءات تم اتخاذها، إصلاح اقتصادي. وربما كنا لسه بنتكلم عن برامج الحماية الاجتماعية اللي كانت بتتزامن مع برامج الإصلاح الاقتصادي، ودي كانت جزئية مهمة جدا، سواء بالنسبة برامج حماية اجتماعية خاصة بدعم بأشكاله المختلفة، المبادرات الرئاسية اللي كانت بتكون في مجال الصحة، في مجال التعليم وغيرها من المجالات. التصرف مع هذه التحديات بالتأكيد محسوب للحكومة السابقة، والبناء عليها هو المنتظر في الحكومة الجديدة، لأن مهم جدا هو فكرة البناء على ما هو سابق، خاصة أن دكتور مصطفى مدبولي هو من تم تكليفه أيضا بالحكومة الجديدة، وده شيء مميز جدا، بحيث أنه هو هيكون بناء على ما سبق من إنجازات وتجويد وتقويم، إذا كان هناك بعض الأمور السلبية اللي في وقت من الأوقات ربما كانت واجهت الحكومة بحكم طبيعة المرحلة. وده بيودينا لفلسفة التغيير، فلسفة التغيير اللي هي زي ما بنتكلم كده طبيعة المرحلة. مع كل طبيعة مرحلة بالتأكيد لازم يكون في تغيير، وفلسفة التغيير دايما بيتم الإشارة إليها مع أي تغيير حكومي أو حتى تعديل في الحكومة خلال فترة انتقالية، مش شرط يكون بتكليف بحكومة جديدة، المرحلة هي اللي بتفرض نفسها. فطبعا كل الشكر للحكومة السابقة، كل الشكر للوزراء والحقائب الوزارية اللي كانت موجودة، سواء اللي هتستمر أو الوزراء اللي هيغادروا حقائبهم الوزارية، لأن بالتأكيد كانت مرحلة صعبة، التحديات مستمرة، ولكن بالتأكيد منتظر المزيد والمزيد من النجاحات وتقويم وتجويد أي أداء يعتبر مثلا كان موجود ويحتاج إلى تجويد وأداء في الفترة القادمة. نتمنى كل التوفيق، خاصة أن مهم جدا مسألة الحوار الوطني، احنا بنتكلم عن حكومة هتتزامن مع مخرجات منتظرة من الحوار الوطني، وأعتقد يا علا ده هيسهل كتير في أداء الحكومة بالتأكيد، وهيخلي كمان في مرونة في اتخاذ القرارات، لأن زي ما كان أحمد بيتكلم من شوية أن وجود دكتور مدبولي على رأس الحكومة للمرة الثانية، الحقيقة أنه ده بيؤكد على قدرته على إدارة الدولة مع القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب إلمامه التام بعدد كبير من الموضوعات والتحديات الداخلية والخارجية، وده هيخلي في سرعة كمان في الأداء، يعني مش بس هيكون مجرد إدراك للمشكلات اللي احنا بنعيشها، لكن اختياره كمان للكفاءات اللي هيتم اختيارها في المرحلة القادمة هيؤكد على هذه النقاط، ان هيكون في مرونة، هيكون في سرعة، هيكون في اتخاذ قرارات متعلقة بالأمور الحياتية ومتعلقة بالمشكلات اللي بيواجهها الدولة المصرية، خاصة كمان ان احنا الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على فكرة الاستثمارات، وطبعا كانت يعني صفقة رأس الحكمة من اهم الاستثمارات اللي اكتسبتها حكومة دكتور مدبولي، وان شاء الله هيكون في استثمارات اخرى تفيد البلد سواء داخليا او من الخارج.